النهاردة هنعمل شكة كريسماس 3D برينتر. أول حاجة دخلت على النت أدور حاجة للكريسماس، عجبتني الشجرة ديت فنزلتها وحطيتها على البرنامج، وقلت لازم أحط التاتش بتاعي وأحط اسم العيلة عليها. كتبت الاسم بتاع العيلة عندي وحطيته، وبعد كده بظبطه على مقاس الشجرة اللي هنعملها على ال 3D برينتر. ظبطتها وبعد كده هناخدها ونحطها على برنامج السلايسر. كده الشكل النهائي بعد ما ظبطت الاسم، حطينا بعد كده على السلايسر ولقيناها هتاخد 6 ساعات. طبعا الموضوع بيطول شوية. بعد كده هنحطها على ال 3D برينتر، هي كده بتطلع واحدة واحدة. دي كده النتيجة النهائية بعد ما طلعت. انا كنت حاطط فيلم من قبل طلعت ابيض، بعد كده بديها لون ذهبي عشان انا كنت عايز اللون يبقى ذهبي. دي النتيجة النهائية بعد ما طلعت ب 6 ساعات زي ما انتم شايفين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.